كتاب جمع الجوامع نناد السفرثي الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زها 100 مصنف فكتاب تاجي جمع الجوامع ذي الروج أم قران ذكيون بحريش تموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله ثمن الإطاج ديط إن شاء الله في مجلس من مجالس شرح جمع الجوامع لتاج الدين السبكي رحمه الله المتوفى سنة 771 للهجرة أثفلسي عفو ربي جيغ دايروج ذا القرآن كتاب جمع الجوامع ندايث مثلا هو خلاصة 100 كتاب من كتب علم الأصول يعني أماكن من غرى الكتابة كما كان غرى 100 كتابين ذي علم الأصول والأصل كما كنت نحضر الدرس نعدنا مثلا إسان غزل ذا مقران قيمة اسم قروث سام قران تطاس تطاس خطر ذي سميسي ذا واليس علم الأصول إنسى ذي الدنيا ثم كل حاجة تسعى الأصول ففلح تسعى الأصول أوري الزميرة بنادم هذا يغلد فلاح موري السينارة الأصول اللي نتفلحت أوري الزميرة هذا يخدم ضمصوف موري السينارة أصول البناء والعمران أوري الزميرة هذا يلي هذا يستفغ الأحكام الشرعية سي القرآن والسنة إلا بهذا العلم هو الذي يزودنا بالقواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية كفنت المقدمات ثورة المصنف إبذال الكتاب الأول تكتب فيس أم كي تخدم البداية نكو اسميها المقدمات نفوكيث انت ذاين بعد نفذي درس نيعدان الكتاب الأول ديجا أول قيمة ديني الكتاب الأول كلمة الكتاب من الناحية المنهجية ذا شو المعنى يس يعني مجموعة المسائل المتجانسة تدخل إما في كتاب أكسما نغ في باب نغ في فصل حسب المصطلحات لا تيرمينولوجي ثورا سيك سمحتي ذي المجال البحث العلمي يوم ما يخدم طرافاي دو ريشيرش امشي راه يقسم الكتاب تكتاب تنغيونتاز رساله اتقسم الى اقسام مثلا القسم الاول القسم الثاني القسم هذه يفضو في الابواب الباب الاول الباب الثاني الباب هذا يفضو إلى فصول دي شابيتر فصول إلا ثورة أصحاب المالية مثلا استخدمنا أولا شابيتر كذا تفضو الميزانيين الشابيتر مثلا المادة الغذائية المواد الغذائية القوث الشابيتر وايض اللبسة الشابيتر وايض أين يعني أنك تريسيتينج الغاز أمان سيدي شابيتر كلمة شابيتر صافي تميز بين المواد نتاع الميزانية إثني شركناك المدينة ظل الميزانية تخدم ظل الميزانية إنك أما ميزانية الدولة أما الميزانية التوشولت أما الميزانية من الإدارة أما الميزانية من الجامعة يسوى الميزانية إنس مثلا كل يوم يعني في مدينة صافي ما نقسم إلى الأبواب إلى فصول الأقسام تقسم إلى أبواب والأبواب إلى فصول والفصول ذي المنهجية إلى مباحث ثورة الساقب بين قوسين لأن تتصن تكتابين الشوالاقية كل شيء ثانياك يعني وقاذن تورا وقاذن زيكس عن طريق أنسن وقاذن زيكس عن طريق أنسن أدفت ثورة مثلا أدينيغ كتاب
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كتاب باب كذا أتفضل ذي السنن ذي البخاري مسلم أصحاب السنن وكذا خذ من تقسيمات قديمة معتمدة متعرف عليها ثورة الساقي يلو جديد ذي الأمراجي ناد القسم يقسم إلى الأبواب الأبواب يقسم إلى فصول فصول يقسم إلى تقسم إلى مباحث والمباحث إلى مطالب والمطالب إلى فروع ثدوض ثلاثة ميتودولوجيا تستخدم ثورة يمكنني أثنو فادي كتبت الكتاب الأول ثم زوارو ثيفكيغ رسالة باللي تكتب فيه ساعة سبع كتب بعدين الكتاب الأول تقديره هذا هو الكتاب الأول من سبع كتب أغتراجون سبعة ثاقي ينفذا اسمي الكتاب مزوارو نغزم اسمي الشابيتر مزوارو الفصل مزوارو ولكن ما لدي نظر الفصل نغ الكتاب نغ كذا كل باب في قذاقي مرة أي أسن سمانك معناه جامعة كلمة جامعة لمسائل متجانسة متوافقة في مضامينها أو في مقاصدها فتحتوى بهذه العبارة توصف بهذه بهذا الوصف الكتاب الكتاب الأول إذن هو من الكتب السبعة زيد كلمة الكتاب الكتاب إذا أطلقت تنصرف إلى القرآن مباشرة دليل ربينات ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ودينا ذلك القرآن إن ذلك الكتاب نفهم باللي الكتاب المقصود بالقرآن غلا نفهم إيه دليل الآيات اللي جايبة معناه ما تسد كلمة الكتاب كانك مطلقة بلا قيد ولا إضافة ينصرف معناها إلى القرآن ما يسد وولق الكتاب وحد سكنك أثنفهم ذوال ربي لذلك الآن متعارف عندك الكتاب والسنة إذن يعني المراد الوحي الأول اللي هو القرآن الوحي الثاني اللي هو السنة النبوية ولكن إما إلى ذي اللغة ويني قارن دي فقه اللغة أنا قار دي اللغة كتب اللغة يفاد قال صاحب الكتاب ما المقصود هنا أنوى لا لا سيبويه تجد مصطلحات مثل المصطلحات ميلا قرض في كتاب اللغة العربية ثولض الكتاب المراد هنا كتاب سيبويه ترجع ترجع ثم قرآن تسالان ثم قرآن تمسني ذي تعرف ذي اللغة العربية مثلا المدونة مباشرة تنصرف إلى كتاب المدونة نتاع المالكية وهو كتاب من كتب معتمدة لدى السادة المالكية إذن والتعريف عادة كيف يكون؟ يكون إما بمرادف الكلمة تعرف إما بمرادفها إما بضدها إما بحدها إما بمثال عنها عن الكلمة يعني لا ديفينيسيون دفك التعريف أول إما في دعرف سلمورادفينس سلمورادفينس أكيد مثلا البرهان كلمة البرهان ربي قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين البرهان معنيس الدليل لا بروف في كثير لي بروف نون الدليل البرهان طيب معناه قد يعرف اللفظ إما بمرادفه وقد يعرف بضده
أدين مثلا الخير ضده الشر، الحق ضده الباطل، الصواب ضده الخطأ، الهدى ضده الضلال، الإيمان ضده الكفر إلى آخر. وأحيانا ورزم الله يتفهم المثال، لذلك لنت بعض الكلمات يصعب شرحها تشرح بالمثال، بالمثال يتضح المقال. هذه معاني. لذلك في الحدود، حدود ابن عرفة أقوى كتاب في الدنيا ذي الموضوع، الحدود كتاب ابن عرفة المالك قوي جدا. إن شاء الله ما نيش ندير المصطلحات، يعني أدنغال أدنغال مذغورس أدنغال ألمة ذغورس ظهر كان ما كنا نهضر فيك أنتني عدان الواجب والفرض. الجمهور الفقهاء الفرض الواجب كيف 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 ذيوان من الأحناف لا لا، الفرض يسعى المعنى ما ثبت بنص قطعي ثبوتا ودلالة، الواجب أقل من الفرض، أقل من الفرض. لذلك هذه الحج مثلا أتفض فرائض الحج وأتفض واجبات الحج، فرائض واحد سنت، الواجبات واحد سنت. صافي ذاك بين السادة الأحناف وجمهور الفقهاء إلى خلاف اصطلاحي ذي الموضوع هذا الواجب أو كذا الفرض. المهم إذن نكمل إناد الكتاب الأول، صافي المسفهم إبذا الكتاب القرآن مبتدا وخبر. الكتاب يبث التعريف التي تفيد الاستغراق والشمول، وبعدين القرآن صافي القرآن يسعطس قسمون القرآن. أذكركم يعني أذكر أهم ما قلناها يومها فيما سبق، إما الكتاب كما في قوله تعالى في الآية الثانية من سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه، نغ كلام الله كما في سورة التوبة الآية السادسة كلام الله، كين آيات عند ربي كلام الله كما سورة التوبة الآية السادسة، الفرقان الآية الأولى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الفرقان الفرقان يفرق بين الحق والباطل الآية الأولى من سورة الفرقان، النور كما في سورة النساء الآية 147، الذكر كما في سورة الأنبياء الآية 50، البرهان كما في سورة النساء الآية 174، الحجة سورة الأنعام 149، الشفاء يونس 57، وكذلك في آية أخرى كما في سورة الإسراء الآية 82، وننزل من القرآن ما هو الشفاء الشفاء ورحمة المؤمنين، البيان كما في سورة العمران الآية 138، الوحي سورة النجم الآية 4 إن هو إلا وحي يوحى إلى آخره. إذن ذا كيف ذا صاحب الكتاب الجماعة الجوامع ابن السبكي ناد الكتاب القرآن، القرآن ذا كيغدي يهضر في أصول الأدلة بين قوسين ما ردي نض أصول الفقه، المراد به أدلة الفقه، والأدلة نلتمسها أساسا في القرآن وهو أصل الأصول وهو أبو المصادر، نسي ذا العين صار مزور ذا القرآن. ديجا كلمة أصل ذي اللغة العربية تسعى المعاني، إما الدين ذا أصل الجبل الذرار جبل، أصله يعني دريف ذو سفحه، ما الدين ذا أصل البنيان أصل البنيان ذي الساسيس، ما راه الدين ضي ودينا اصله المعنى يس مولانا يس الجذوذيس، خاطر كاين الاصول يقابلهم الفروع يا خا كذا الدريا يسميسن الفروع، الاصول ذي مولان ذي الجذوذ وان علوا اصول اصول مما علماء الفرائض مدينين اصول الشخص ويقصدا قصدا مولانا كذا الجذوذ لكن ملان لجذوذ ما سبب ما سما إلى آخر وإن علو مدين الفروع
الفروع يزوران يزوران ذي الفروع ذي الدريه الدريه من الدريه هكا صافي كلمه الاصل قدر عندها معنى النظم دو قد النثوره يعني هو ما يقابل الفرع الاصل وهو ما يقابل الفرع الى ذغ معنى النظم المعنى الرابع لكلمه الاصل معناه الدليل ما رد ينظيم الحكم ما هو أصلك ما هو أصله أصل هذا الكلام أصل هذا الحكم الدينيض أصله كذا يعني المعنى يس الدليل ينس كذا كلمة أصل مراد بها الدليل ذاكي في السياق في السياق ذا شو نقصد ما ديني أصول الفقه المعنى يس أدلة الفقه أدلة الفقه لذلك كعرفنا قبل أصول الفقه لناد هو العلم الذي يعطينا يسعفنا بالقواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية أكين تظلث مستحبة نغض الفرض نغض ذشوس أدين هذا الفرض كي الدليل كي الأصل قد نضينا ربي في سورة البقرة الآية 110 أقيم الصلاة والزكاة إيه نفس الآية الآية نفسها وآتوا الزكاة وحديث ابن عمر بني الإسلام على خمس إلى آخر إذن أعطيني الدليل في كل شيء أكيد مثلا الحكم بالعدل واجب مستحب واجب كي الدليل ربي دينا في سورة النساء وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية 90 من سورة النحل إلى آخر يعني أود الدليل أود الدليل من القرآن أو من السنة الكتاب القرآن إذن القرآن هو أصل الأدلة وهو أصل الأصول والمعنى والمعني به هنا وقي قول صاحب الكتاب المصنف اللي هو ابن السبكري والمعني به هنا ما مقصود به هنا معنى في أصول الفقه معناه أغديني المعنى دي الأصول دي الفقه دي أصول الفقه شوفوا مليح مر نوظر السنة تعريف السنة ما هو تعريف السنة شكون يجاوبني السنة ما أضيف إلا النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير تعريف اللي قالوا فضيلة الشيخ تعريف من؟ تعريف الأصوليين المحدثين أطول عليك نور ما شاء الله صافي ثورة لو كنا نخرجوها كذا برا ولا عند عموم الناس حتى عند المتدينين يقول لك السنة هكذا يعني سوليسيون فاسيل باش يتمرمد يتعب لا لا هذه ساهله واعره بزاف كي يقول لك تعريف السنه نقول له نعرفها به انت تطرح له السؤال تعريف السنه عند من؟ اثنين ثلاثه لا ريفيرونس الف با جيم تعريف السنه عند الفقهاء شو المعنى يس؟ السنه تقابل الفرض صيام رمضان سنه فرض الصبرين سنه هذا نتفرج واحد ثمثم الفقهاء سمحتي شغل الطبيب الطبيب اكدف كان دواء واش يخدم على كونفيرونس ولا شويه وما سيني طبيب خدمي بوركوا يدفك ثلاثه دواوي الى قرب 4 سوايع عيد تفهم يعني خاطئ في كاك دور دونوس واحد هو الدواء الفقيه اكدفك مباشره الحكم غلا صافي صيام رمضان فرض وصيام ست ايام شوال سنة نمسفها الوقوف بعرفة سنة فرض ولكن والمبيت بمنا يوم التروية سنة سنة بمعنى إذا واللي ما دارهاش ليس عليه شيء ما هوش يدير الدم ولا يدير الهدي ولا ما يدير ولا شيء ما يخدم يتصلى يموت يخدم على طيب المبيت بمزدلفة عند السادة الملكية وغيرهم سنة يعني وحطوا الرحال مطلوب
لنحط الرحال ويجزي. عند بعض الفقهاء يقول لك لازم تبات. فهمت المسألة كي؟ هذه مسائل خلافية بين الفقهاء. ولم في مارتي مسألة كي ساعة سونسينيك ديال المخيس كارثة. أشي اللي لازم تباتوا كاع إن شاء الله يموتوا مليون واحد من بعد مع كثرة الحجيج. الآن الآن الناس ظرن باللي الحمد لله إمي ذي الشرع يجوز ما تباتش ما تباتش تفغلت بات بات ما تدريش مشكلة على هذه خدمة المشكلة نغلى نروح نكيدي إيش تفغلت تنصد انس انك فغلت تنسوها تنسوها عادي ما تنكر علي ما نكر عليك ما المسفامك أنا مسفام إيمو المسفام أرى إزما ديني لازم مثل سيضارة اللي حيجيك يبطل وإذا غنقيم يبطل 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 شوالتينا كي قارثة ما شاوت سنية هم غارثني كي واحد تركع الناس أنا غي عروري ويسمى يقرحي سوى عروري فانت قد يوث الناس فبطل الظالثين الظالثة فايض فانت قد الناس ولاد خميني تبطل فان قاروث الناس تبطل آك الظالثين خمس اسم الله يبارك يعني ظلنت بيان لكن ملان استويل كان إذن عند الفقهاء ما معنى السنة يا إما ما يقابل الفرض أو ما يقابل البدعة يلا يوم ما لا يزولك يجوزنا على إما يزولك إما يزولك إما يزولك يلا مثلا مسفان صافي مان ولا يون يصلي ويرفع هذه بدعة ما لا يزول فاسني سردفير بدعة ولكن ما يزول بالهيئات المسنونة التي بها يعبد الناس الله به تعبدوا على مستوى الكرة الأرضية طريق نتوالي كان اسمي الحومة كاين دي فوا في الجامع تلقى عندهم هيئه واحده الله يعين لا انكار في مسائل الخلاف لا انكار في مسائل الخلاف حذاري ملي غنوض المره اللي فاتت ونأكد علم الاصول غيفرو المشاكل غيفرو المشاكل مي ما يلون سي دار شوالاكي مشكل سونس يونيك قال افريدي تساوي رفليكي نار تنقشت الا يون فقط سينك يهضر ربي والسين دار تموت ايش حالي فردانك تساوي اني تسنغيون ماشي للعيف مي ما دينيض يوني قلان مي ملكوني ذي الشرع فيك ولا تفضيون ديك انا غادي السنيون يوم بفريد اشيني ذوا ام بعد ظلمة المشاكل ومشكلة ونفكد تصل أمثلة ذي الوضوء ذي الظلي ذي كذي الأخير ذي الحج والعمر ذي حتى ذي الزكاة في أمور كثيرة إذن يلا هذا المستفهام تعريف الفقهاء نسم المستفهام أيضا وقيوك باش الدنيا هنا وقيد كلام ابن السبكي والمعني به هنا هو كتاب في الوصول ما هوش في مجال آخر إما دين تعريف السنة عند الأصوليين كما قال فضيلة الشيخ هو ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أوثر النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير تعريف أصولي ولكن تعريف المحدثين أطول ما أوثر النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو سنة خلقية أو خلقية معنى تعريف المحدثين أوسع أو سيرة يعني يوسع تعريف المحدثين صافي ذاكي علميا نمسفهام ما دين تعرف السنة كين عند من باش أتكلاصيض عند أتكلاصيض في أي مجال ثولة ذاكي ابن السبكي نات الكتاب القرآن والمعني به هنا يعني في الأصول اللفظ ثولة هو يعرفه اللفظ المنزل إذن القرآن نزل بألفاظه ماشي بمعانيه فقط يعني كما أنزل لذلك لا يجوز
أن نعبد الله إلا بالقرآن. ما يقدرش واحد يجي جديد يقول لك نصلي سورة الفاتحة بالفرنسية أو تقبيلي، لا لا، أدي يظل الحمد لله رب العالمين كما أنزلت. والسنظرة عندك رخصة، الأيام مزوانة عند الحمد لله رب العالمين، والزمضارة عند الحمد لله، فتجد قرأت وعرفت شوية شوية الركوع سبحان الله إلى آخره. كان دي فافور، كان رخص ترافق المسلم الجديد أديس سيديوسا ثم مورثيس ويسينا تعرف شوية شوية بعد يحفظ صوت الفاتحة بعد شريني وعران من بعد يحفظ إنا أعطيناك الكوثر شوية شوية إلى آخره. اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، إذن تمييزا له عن سائر الكتب، التوراة أنزلت على موسى، الإنجيل أنزل على عيسى، زابور، داود إلى آخره. صافي، إذن هذا الكتاب أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. صافي، هذا قيد معتبر. نفتح قوس، الحقيقة هناك تسع قيود معتبرة أساسية، يعني تسع قيود لتعريف القرآن الكريم. أصلا نعود كنك بسرعة، هو كلام الله ذا ولا ربي، باش نميز في مثلين وياض، كلام الأنبياء، كلام الملائكة، كلام البشر، هو كلام الله. المعجز إلى قدر المعجزة، وقد ذكره ابن السبكي سنذكره بعد حين، ويأتي بعض البيان بعد حين. معجز لأنه معجزة خالدة، يك المعجزة يفكى ربي الأنبياء يفكى داشو كفغانسا سيدنا موسى يفكيس المعجزين، لانت معجزات حسية ثعكس سيدنا موسى كذا زرم المعجزات يزديف كرب سيدنا صالح ثلغمث ناقة سيدنا صالح وسيدنا المسيح عليه السلام عليهم السلام جميعا كيف يبرئ الأكمه كل شيء بإذن الله. إذن في قذقي آيات بينات ملموسات ملحوظات ولكنهن مؤقتات بزمان ومكان وإنسان. نكون حضرارة إلا وقت حضرني قولنا تاع كوست سيدنا موسى ولا مي أدن حكو فلاسنت بلي معجزات حقيقية أيد الله عز وجل بها النبيين والمرسلين، آمنا بها وصدقناها لأنها جاءت في كتاب الله الصحيح في الوحي في القرآن الكريم ونطق بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصادق المصدق فهو والد. إي بورتون الحضرارة منو من بلي تيقول لها المعجزات، ولكن القرآن معجزة خالدة في سنذكر بعض وجوه الإعجاز بعد حين. إذن هو كلام الله المعجز المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي. إذ ما دينيون لماذا ابن السبكي لم يذكر هذا الكلام؟ لا، هو كيقول لفظا، هو وجدناه لفظا وقد نقل إلينا بالتواتر، والتواتر يفيد القطع واليقين، معنى ماشي نزلت سلوغ النظام أبريا دي الحو دي الحو الميدي بضر غورنا يغلد استعرف خاطئ اللفظ. وطبعا ابن السبكي كتابه يمتاز بالاختصار غير المخل، يعني خير الكلام قل ودل. اديني كان شويه طبوال شويه طبوال شويه طبوال القبالة كاين مصر عاد تسوث، مصر عاد تسوث اول اجي يحوج اون باج دونك يشطر، يعني مصر عاد ثقناوث ادفك الهوى، مصر عاد ثسا ادفكي مطاون، القاسم المشترك ير الهوى وكذي مطاون زمان زمان زيك هضر عندي حداد البوال ثقفيلي ثنسل ما شمثي النغثورة كوني كوني ثقفيلي ثورة شون تكتشوكا مي ديك ستار مي ديك ستار ديس كلش، ولكن زيك دايرو من ثورة سمحتي لا ريفيرونس انوا المرجع ماشي لوكا ذاكي غران ذي فلاحان فلاح يقسى عند التيرمينولوجي تقبيل خير نغياك خاطر السنيت ساكي قسم داي قسم وريس ولا راه اللغة النظام هي دعاونات صح. نغلق القوس، اللغة العربية صافي أكدينا صاحب المصنف إناد اللفظ ذايا، لأنه هو يعلم بأن القرآن
جاء لفظا كما أنزل باللغة العربية، وهو يعلم بأن القرآن قد نطق في آيات منها إنا أنزلناه قرآنا عربيا. صافي، القرآن يعرف نفسه بنفسه. في آية أخرى ربنا بلسان عربي مبين، يكفى ووال. لذلك ابن السبكي اكتفى بكلمة اللفظ. نعود إلى التعريف اللي بديناه، إذن هو كلام الله تعالى المعجز المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي. تعريفه مفصل ابن السبكي لك باللفظ ذايا، باللفظ العربي كمل المنقول إلينا بالتواتر، يفيد القطع واليقين. القرآن نزلت إلى صلاة والسلام إغراث دي الصحابة، بعد الصحابة يغادر التابعين، تابعين المديو ضرورنا أقلق 1440 للهجرة، نقرأه ونكون في غاية الراحة والطمأنينة. يعني الآيات التي يقرأها شيخنا في مسجد الشيخ الحداد بعززقة كما يقرأها المشايخ في الحرمين الشريفين مكة والمدينة، ولا في القدس الشريف، ولا في أي بقعة من العالم. ما تخافش تقرأ القرآن، ما تخافش، ارفع الكتب الأخرى، يلا. مستحيل تكون آلاز، مستحيل. إنجيل متى؟ جيب النص نقولك لا لا، يخالف النص إنجيل مرقس. ينادي غير مرقس ما كنا إلا برنابا إلا يوحنا إلا. لذلك تفضل أيون ذا مسيحي ذا يهودي يتقن الكتب ذي اليهودية، سفر التكوين، سفر الخروج، سفر اللاويين، سفر التثنية. هاي دغر ذكا يزما هي دغر الطريقة المترجمة العربية. وأنت صخرتي وعليك أبني كنيستي، تصدق كل لغة بيبري كان يعني إلى وين يصح المزال باش نكرارها، مش معناتها نحكم حكم عام، لا، علميا إلى وين لا يصح، يتفق مع ما هو موجود في القرآن الكريم عادي، ما كانش مشكلة. ولكن بعضنا نحمد ربي أثنى الشكر من القرآن المزال فيك نهدي نزل ربي أثنى هي رفسنا. يلا نعود إلى بعد كملك المتعبد بتلاوته، وإلى أن يقول المبدوء بصورة الفاتحة والمختوم بصورة الناس. يعني الحق لن تسعى قيود معتبرة ذي التعريف الجامع المانع. أدلغ ابن السبكي يندو المعني به هنا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز، باش كغديني باللي معجز في مبانيه ذي اللغينس، اللغة العربية القرآن ثبت درجة لين ثم قرآن تكو ذي ثعرف مي وري فهم من ثاقي خطرت له وايض وشيري لونغ عرب الغاس قلت وقال قيس عن عقدة تعدوا مع عقدة لونغليح اللغة حية الفرنسي ما سعرفت صلح كان كان وزرهم يصلحك. يلا للإعجاز، صافي، القرآن الكريم معجز في مبانيه. الشعراء مقرنا، فرسان البلاغة، عمالقة البيان استعرف. وقالوا وقتني الجاهلية وليش وقالوا نتعرض ثم الاثنين الشعراء والشعر الجاهلي حجة في اللغة ثورة باش الزرد اللفظ الكلمة اسكو يصحن ورصحرة أتوض صغر فال من الشعر الجاهلي أنا عميه أتورد اسكو أولا قيت سيدس أنا ماشي سيدس اسكو يصحن ورصحرة أمن كني ثورة ثقفيليث أنوالي وقادي تمسلين تقذيليث مليح أنظر إسكو أولين تمسلي تقذيليث انتذت اللاصل النغ ذوال النظن نظوري ثكان سوف نرث تقذيليث وخلاص. كذلك ذلك بدينا رب سبحانه قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. للإعجاز، الإعجاز ماشي كان دي اللغة. فقي تعريف ابن السبكي المدي بض ديننا إناد للإعجاز بصورة منه بمعنى ولو مقطوعة صغيرة من القرآن يتحقق بها الإعجاز. خط القرآن تحدى العرب كما قلنا وهم عمالقة البيان،
سواء باش يجيبوا القرآن كامل كما سمعتوا الآن الآية سمعتوا الآن، قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ككل، تجي في سورة الإسراء الآية 88 لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرة، ولكن كاين آية أخرى يظهر في 10 صور، 10 صور مفتريات وبعدين صورة. وقد يقصد يعني ابن السبكي المتعبد بتلاوته إلى آخر، يعني يبيد القيود نتاع تعريف القرآن الكريم. ولكن بعد الشمغ في موضوع آخر باختصار يهضر والسبع متواترة، أشو يقصد ذلك؟ القراءات، القراءات السبع متواترة. السؤال المطروح، ما هي شروط قرآنية القرآن باش نعتبر آيتي قرآنا؟ ما هي الشروط؟ لان ثلاثة وقزمان تديني إن شاء الله. قبل ذلك لازم تفهم القرآن مصاحف أتفض باختلافات ولا لا لا أتغرض مثلا ربي سبحانه مدينا مثلا في سورة الممتحنة يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. القراءة أيضا يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير، ذقي يفصل ذقي يفصل. الآية أيضا ينشزها ينشرها. الآية أيضا دي سورة مثلا البقرة الذين يؤمنون بالغيب، قراءة أيضا الذين يؤمنون بالغيب. سورة الإخلاص ولم يكن له كفؤا أحد، قراءة أيضا والحبس ولم يكن له كفوا أحد. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. ديجا سورة الفاتحة كان إلى قربعة ساعة باش نسفهم، كان ديجا القراءة صافي من سلاي بلاك تو هذا الشيء ديال بخارى تركستان اندونيسيا انا اتزلد فيرغيون از ما ساز الصديق رد مالك يوم الدين. من بعد السين الحباس عرفير لا مادام كي دا كين سنيت مالك يوم الدين مالك يوم الدين. مشكلة يا جماعة الخير كيما مثلا الوضوء كي ضحك هاكني وين ولا في خدمك ايناس عرفير والناس اللي قد تخمض ألي ريتور إسنيت ألي ريتور إتفت ألي ريتور وري الزرار اللي عن طريق النظام صافي ثورة العبد اللي قد يعاسمي سيد مسالك هذا بالقص بالقسطاس المستقيم. القسطاس إلى القسطاس المستقيم صافي ثلاثة قي ثلاثة قي السبع سنعود إلى هذا في مرة أخرى إن شاء الله. ولكن قبل أن أجيب عن شروط القرآن ياجي أدفت بعض الآيات كذلك مثلا ذي سورة طه قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فقي الآية 57 من سورة طه. فقي قراءة ورش أكا حفص أكا قالون أكا إلى مدف السوسي مثلا قرأ أجئتنا ماشي أجئتنا صافي تجي القراءة تجي القراءة وقد يقصد وبعدين تجي القراءة تجي مين من الأحكام ودينا رأي ابن السبكي ولكي كان كي خاطي يسأل فايدة نحو جنباد أجئتنا ما تغردك يجي ماشي أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى خاطي أجئتنا هذه قراءة السوسي. يعني قالوا إن هذان لساحران ثقي ورش قالون شعبة أكا ولكن عند حفص إن هذان لساحران ماشي إن
أم بعد النحر الدور يكون السوسي إن هذين لساحران صافي وليت كان ثوري جماعة الخير سال قراءة كويث معمرين نغمشي قارن سيوث القراءة معروفة ماشي ما دام السنثاقي معنا سي كان يقلان لا اللان ثياب ثوري كد نظر صورة الإخلاص قول الله واحد يسنكم الدم أصغ ولم يكن له كفوا أحد وهذا السنة ولم يكن له كفوا السنة شو الواو إلى آخر فهي صورة الأنبياء حاول تحصيت حوالي 300 يعني وحدة ولكن زمان تدخل كامل تختار كان الأنبياء الآية 104 مثلا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب للكتاب ورش حفص للكتب ثقيث الله ثقيث الله صورة الأنبياء 73 وجعلناهم أيم ورش أيمة أكا يهدون بأمرنا ثقي الآية 73 ورش ولكن عند حفص أئمة أئمة ولكن عند غيرهم أهمة أهمة مثلا عند السوسي قالوا شعبة أهمة أئمة أئمة شو ذا إيه نعم عادي جوز ثقي جوز ثقي جوز لذلك ابن السبكي أشار هنا ولكن في حاجة في تفاصيل هل يجوز مثلا التلفيق أدغر مثلا صوت الممتحنة أسيد ضوء ساون بورش وبعدين استفضلوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوكم وعدوكم أولياء تلقوا إليهم بالمودة وبعدين ألم يوصل يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير نغي يوم القيامة يفصل بينكم يوم والله بما تعملون بصير ثاقي فيه تفاصيل وقت ويسمح على بشر نكمل ولكن نختموها بشروط القرآنية شروط القرآنية بشتيلي لان ثلاثة شروط الشرط الأول صحة النقل وقد قلنا قبل حين التواتر والتواتر يفيد القطع واليقين لا يمكن أن يثمثن الأمر المتواتر باش أذيلي الشك متواتر القرآن نقل إن بالسماع بالتواتر وقد حفظ في الصدور قبل السطور يعني حفظت في الصدور قبل السطور نقل بالتواتر سجل روايض سجل روايض المغدي بضك كما أنزل الشرط الأول الشرط الثاني أن يكون موافقا لوجه فصيح من وجوه اللغة العربية لازم هذا اللغة المرجع اللي هي العربية إنا أنزلناه قرآن عربية في آية أخرى بلسان عربي مبين الشرط الثاني ثالث أن يكون موافقا للمصحف الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه مازال الكلام يطول في هذه المسائل وقد بدأ ابن السبكي رحمه الله في جمع الجوامع بالكتاب الأول وبدأ بأصل الأصول وهو الكتاب وهو القرآن الكريم سيأتي البيان المفصل في المجلس القادم إن شاء الله وقدر إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله.